عارفه الخيانه بالصدفه اللي قلنا عليها طيب. ان هو ما كانش مقصود خالص ان ده يحصل. غير مقصوده. في حاجه اسمها الخيانه المندفعه. يعني ايه؟ ايه الخيانه المندفعه؟ فجاه تنزل من البيت تركب عربيتها تمشي في الشارع وتنزل تروح اي مكان فيه ناس وتقابل حد ما تعرفوش وما كانتش تعرفه قبل كده ولا عايزه تعرفه بعد كده وتروح بيه مكان يعزمها على حاجه، ياكلها حاجه، يشربها حاجه، يطبطب عليها، لا يسالها عن اسمها ولا تساله عن اسمه. ممكن ما يحصلش بينهم اكتر من كده. هو ده بيحصل؟ ده بيحصل كتير جدا. ده عماله اتصدم النهارده يعني عشان لا هو يسالها عن اسمها ولا هي تساله عن اسمه. عارفه ليه؟ ليه؟ لان هو كمان نازل من بيته لنفس السبب. اوكي. ازاي الاثنين دول بيعرفوا بعض من غير اصلا ما يعرفوا اسامي بعض؟ جربتي انك تدخلي استوديو او مكان محاضره، كونفرنس، ميتنج، عزا، فرح، ويكون عندك اكتر من مكان فاضي. فجأة بتروحي تقعدي جنب حد انت ما تعرفيهوش، مع مرور الوقت بتكتشفي ان الحد ده زيك، بيحب الدكتور ده زيك، شايف ان الكلام ده كويس زيك. فتقولي سبحان الله انا اشمعنى قعدت جنبك رغم ان في اكتر من حته فاضيه. هو يرد عليكي على طول ويقول لك اصل ارواح جنود مجنده، وانت ترد عليه وتقولي له ايوه ما تقابل وما تالف منها وكلام كده. كل ده اي كلام صح؟ هو مش اي كلام، بس احنا عندنا كلام اهم من كده بكتير. جسمك ده 70% منه سوائل. ال70% دول بتدور فيهم مجموعه من الذرات اسمها الذرات النفسيه. تمام. الذرات دي بتتحرك بسرعه كبيره جدا لدرجه انها بتطلع عن طريق المسام زي العرق. وبتعمل حواليك هاله، الهاله دي من 50 سم ل 500 سم. في مجال الفيزياء الاقطاب المتشابهه بتتنافر، في مجال النفوس الاقطاب المتشابهه بتتجاذب. فبدون وعي. ايه ده يعني فعلا بتبقى متشابهه؟ طبعا. بدون وعي بتخش مكان بتقربي من الشخص اللي هو اصلا شبهك، اللي بيدور على نفس الاحتياج بتاعك. لذلك قيل ان الطيور على اشكالها تقع. تمام. عظيم.